طيب نخش في الموضوع سعادتك، حضرتك تقول لنا طلباتك واحنا تحت امرك. في الحقيقه انا ملياش طلبات، انا بشتري راجل لبنتي ريهام. لا يا فندم برضو لازم تقول لنا. يا حاجة انا ملياش اي طلبات، ومفيش فرق بيننا، اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه واحنا نكمل الباقي. يا حاجة صدقيني الحاجات دي كلها شكليات. ايه يا جماعه احنا مش هنشرب الشربات ولا ايه؟ يا سلام حالك. قبل الشربات يا مدام، ساعه الباشا نتوكل على الله نقرا الفاتحه. يلا على البركه. بسم الله. طلبات يا غالي يا ود الغالي. ما تخافش يا حبيبي من اي حد، طول ما انا جنبك لحد ما تكبر ويشتد عودك وتبقى راجل يخوف الرجاله. من ابويا جد. ابوك راح عند ربنا وسابك نايب عنه هنيه، ولازم تبقى قوي راجل وتشرف ابوك. انا باكل فين عشان ابقى قوي واكبر؟ مش بالواكل بس يا ولدي، لازم تبقى قوي وتبقى راجل يخوف الرجاله، ويبقى قلبك جامد والخوف نفسه يخاف منك، وترفع اسم البطاطشه لفوق لعالي، انت وعيالك وعيال عيالك ليوم الدين. لحال الدنيا يا كبير. قلبنا معاك. شد حيلك. في ايه يا دي انت وهو؟ مالك يا دي انت وهو عاد؟ ولا حاجه، احنا جايين نوسوك وناخد بيدك في الشده اللي انت فيها دي. صح، احنا مهما كان في مقام اولادك، واذا كان مثلك راجل ربنا عوض عليك بثلاثه، اعتبرنا دراعك اليمين يا عمي. اكتم خشمك يا دي انت وهو. انا ضفر عيل من عيالي برقبه 100 راجل زيكم، وان كان جاب الراح فديه قدر ربنا، ولد دياب هيطلع هيطلع غصب عن عين التخيل. احنا قصدنا انتوا ما تسووش حاجة في سوق الرجالة واصل، ولازم تعرفوا ان انا الكبير وهفضل طول عمري الكبير. ولا انتوا صدقتوا كلام صادق؟ صادق ده انا افعص برجلي. طب جربنا يا كبير وشفنا رجالة ولا لا؟ جربتكم قبل كده، ويكون في علمكم انا جوزتكم بناتي عشان معاكم شهادات، وهو الجواز سطرة. بس كده؟ بس كده، وحسك عينك انت وهو تفتح الموضوع ده واصل. انا منصور كبير البطاطشة، ويوم محتاج راجل يجيني 100 راجل في غمضة عين. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم يا كبير. غوره من وشي. حاضر يا كبير. لا 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 يا معلم شعبان، لا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انا ده انا محول لك المحل الكافيه، عاوز سيلته؟ حقي مش انا اللي هدير المحل يا منير؟ تدير وتقوم تلهوه في بطنك كله؟ عمو انا قلت كلمتي، لو انت عندك كلمه تانية قولها، انا ما عنديش مانع اسمعك، امرني.
هديك 10%. شويه. لا 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 بعيد قوي، هزيها شويه لاجل المركب ما تمشي. هو انا بقول لك 10%؟ انا بقول لك 10% المركب. ايه نقول مبروك؟ طيب لا مؤاخذه، يعني ايه موقف اخواتك والحاج؟ كل الحمد لله كلهم مخلصين تجنيد، ابويا بس اللي واخد اعفاء. طب موقف ايه وبتاع ايه؟ انا هكلمه وهاثر عليهم واخليهم يوافقوا. نقول مبروك بقى. مبروك يا منير، ربنا يخليها عتبة خير علينا وعليك. ان شاء الله ان شاء الله. يا منير يا ابني، انت ما قفلتش المحل لغايه دلوقتي ليه؟ ايوه معلش، اصل الزبون ده طالب حاجات بس غريبه شويه، عمال اجمعها على طول. حاجه على طول اهو. اتفضل. ماشي. حاجه اللي انت طالبها. وطلبت حاجه اهو. 5 جنيه. 5 جنيه بتاعت ايه؟ القرطاس. القرطاس ايه؟ انت هتقرصني. 5 جنيه حق القرطاس بقى عشان نخلص نقفل. خد يبقى لي في ذمتك 5 جنيه. حاضر اتفضل. بغليه قبل ما تنام. ها هو لي زعلتك في حاجه يا كبير؟ اكونش انا اللي زعلت. انت وهو. اسمع، اللي هتشوفوه دلوقتي يفضل سر بيناتنا احنا الثلاثه، واللي هينطق عنه في كلمه لاي حد يبقى مستغنى عن عمره. اوامرك يا كبير. سرك في بير يا كبير. ده احنا ستر وغطى عليه. ولدي الحمد لله على سلامتك يا ولدي. سيدي دياب الف حمد لله على سلامتك، الف حمد لله على السلامه. ازيك يا ولدي؟ بخير طول ما انت بخير يا سيدي. طاهر مالك مساهم كده ليه؟ لا ده انا فرحان، ده انا الفرحه مش سيعاني ان انت طلعت لنا بالسلامه وخدت البراءه. الحمد لله على السلامه يا سيدي. دياب احنا هربناه من السجن، والسر ده لازم يفضل بيناتنا احنا الثلاثه، ولو طلع يبقى حد فيك اللي بلغ. يبلغوا كيف عن سيدنا وتجراسنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجه؟ ده احنا الفرحه مش سيعانا. ده انا مش عارف اعمل ايه والله يا سيدي. دياب دي لو ما شاليتكش الارض نشيلك فوق راسنا. تشكر يا طاهر تشكر. عاوز اتحدث مع ولدي احنا لوحدينا. امرك يا كبير. طب احنا بره لو احتجتوا اي حاجه اندهولنا. استنوا شويه، المركب اللي جيتوا فيه تدلوا على الغردقه، تشتروا خلقات جديده وتعودوا تاني. اوامرك يا سيدي الناس. يلا يلا يلا. توحشتك قوي يا دياب. ده انت روحي، انت عيني اللي بشوف بيهم، ده انت دراعي اليمين، وانت اللي ورايا واللي قدامي واللي خلق الخلق. لو حد مس شعره فيك ولا هوى بناحيتك تاني لخليه يندم على اليوم اللي اتخلق فيه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. قول لي صح يا ابوي، الناس اللي هربوني دول مين؟ زانين. زانين قوي. دول ناس متخصصين في العمليات اللي زي داي. وانا قلت لك يا ولدي الصبر، الصبر عشان ندبروا نفسينا ونفكروا وندوا العيش لخبازه عشان يخبزوا. وليهم دارين وسط البحر دي يا ابوي؟ اصل المية دي على الحدود، ولو حصل شيء
تقدر تهرب بالمركب ده وتطلع برا مصر، وجيب لك معاي الباسبورت بتاع جنوب افريقيا. الله ينور عليك يا ابوي. المهم لازم ندلوك نفكروا في حاجتين تنين ملهمش تالت. اول هام مين الخاين اللي دخل الحكومة وسطينا وبلغهم بميعاد العملية. تاني هام ناخده بطار اخوك جابر. دلوك احنا اطمنا عليك، لازم نطمنوا على جابر عشان يكون مرتاح في تربته. قصدك الضابط الكلب اللي كان مسؤول عن العملية؟ ايوه. هو اسمه ايه يا ابوي؟ اسمه حسام الهلالي. تخيل ان معتز لما راح ياخد الفلوس اللي الحاج موصي منير عليها، منير ما اتضوص لامانه بالفلوس. منير اخويا عمل كده؟ شفتي؟ خليكم في عونك يا ايمان. انت هتلاقيها منين ولا منين؟ من اخوك يا عمر ولا من اخويا منير؟ ربنا يهديك يا منير. ربنا يهديه ويهدي عمر ويهدينا جميعا. مش انا لو كنت دلوقتي شغاله كنت قدرت الم له الفلوس بدل الحوجه اللي احنا فيها دي. انت هتشتغلي ايه بس يا ايمان؟ حلم حياتي يا منير ان انا يبقى عندي كوافير. بس اقول لك ايه، ادي الله ودي حكمته. ومين سمعك؟ انا كمان العيال مطهقني ومغلبني. ليه بتقولوا كده يا منير؟ ما انت عارفه فلوس الدروس الخصوصيه ومصاريف البيت، وطبعا انت عارفه شلبي ايدك منه والارض، حاطط ايده في الميه البارده. مش عارفه اقول لك ايه والله يا منير. ربنا يصبرك يا حبيبتي. يا رب ويفكها علينا يا رب. كده طبلت على الاخر. بالعكس دي حلوت وواضح ان لسه فيه امل. امل ازاي ودياب هربان ومحكوم عليه بالاعدام؟ يعني صعب يرجع يشتغل بحريه زي الاول والبوليس بيدور عليه. يعني هو كان بيشتغل في فوانيس رمضان، ما هو كان بيهرب سلاح، يعني متهدد في اي لحظه، ومش فارقه كتير لو اشتغل وعليه حكم. المهم انه هو برا الحبس وبحريته يقدر يبيع ويشتري حتى لو بوسيط. طب وحسام بيه لو سألك عليه يا طاهر انت هتقول له ايه؟ انا ما اعرفش عنه اي حاجه. لا يا راجل، لو انت ما تعرفش ان دياب هرب وهم بيرحلوا من المحكمه. لا يعني سمعت زي اي حد، لكن ما اعرفش هرب راح فين. ولا لقم الفلاحين ده مش هياكل معايا. يالا انا زرعك وسطهم عشان تجيب لي معلومات، مش عشان تقول لي سمعت ما اعرفش. الحبتين دول من الخمسه دول انا اللي اخترعتهم يا باشا. انا مهما كان هناك حته خدام لا راح ولا جه، وهم لا يمكن يقولوا معلومه مهمه زي دي قدامي. لو انت مستنيهم لما يقولوها قدامك يا بني ادم، انت شغلتك ترمي ود تسمع تتقص وتيجي تقول لي المعلومه. شكلك كده طار كبرت وجلدك تخن على الشغل. ابدا والله يا باشا، بس انا كل اللي بسمعه هناك يعني معلومات ما تستاهلش اني اقولها لك. وانت ايش عرفك يا حلوف تستاهل ولا ما تستاهلش؟ انا اللي اقول تستاهل ولا ما تستاهلش. اسمع يالا، فتح مخك معايا وركز في معلومتين، تهب وتختص تجيبهم لي من تحت الارض. الاولانيه مكان الولد اياب، الثانيه دليل ادانه على منصور، يا اما عمليه جديده يكون بيرتب لها علشان نمسكه متلبس ونخلص من الفيلم ده ونقفل القضيه ونريح دماغنا بقى. اوامرك يا سعاده الباشا. تاخد بالك من نفسك عشان لو حسوا بحاجه هيذبحوك. ربنا يجيب العواقب سليمه ويسترها يا سعاده الباشا. امين يا رب. يعني مش عايز مني حاجه تانية؟ سلامتك. يعني امشي؟ والله لو مش عايز تمشي ممكن تعوم. ها اختار واحده منهم وعد لغايه ثلاثه. لا واحد. خلاص يا باشا. اثنين. خلاص همشي يا باشا. اخفى من وشي. خلاص والله مش عامل حسابي هعوم ازاي. يعني يلا يا باشا كتر الف خيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا باشا. سلام اخويا. يوه ما تفضها سيره بقى يا ولي، جاتك القرف انت وعاطف في ساعه واحده. اني مالي وماله؟ أصلك مش فاهم يا أخوي، الواد ده هيسفرني أطالي وهيشغلني كمان هنا. وأنت يا معفن أنت هتجيب فلوس للسفر منين؟ إيه إيه؟ والبركة فيك أنت بقى يا أخوي يا حبيبي. من إيه؟ ما ديك شايف يا أخوي، الترعة جفت وبانت ضفادعها. عشان خاطري يا طه، عشان خاطر دول 20,000 جنيه، وأوعدك أول ما أرجع بالسلامي هردهم لك الطقطق. إيه؟ جاك 20,000 عقربة يقرصوك في لباليبك يا معفن.
يعني مش ناوي تديني الفلوس؟ والله لو اتشقلبت قرد قدامي كده ماني مديك مليه محمر. ما كانش العشم، ما كانش العشم يا ابن امي وابوي. الله يضغر غور من قدامي، اياك شديب بيطلع ياكلك ما يتفضلش منك غير الطاقيه. اظن بقى ما فيش احلى من كده، اربع ايام في البحر لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي ده واد جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع؟ اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقال قوي يا حسين. سمعتيه يا بنتي؟ مش سامع حاجه. انت بتستهبل؟ حلف والله رحت للدكتور.